الفترة الأخيرة بدأنا كده نلاحظ زيادة كبيرة في المدارس التكنولوجية التطبيقية. أهمية المدارس دي إنها مش مجرد مدارس تقليدية نظرية، لكنها بتحط كده عينيها على سوق العمل، بتقدم فرصة حقيقية للطلاب للحصول على تعليم متخصص ليه جودة عالية جدا يؤهلهم بشكل مباشر للدخول إلى سوق العمل. دي حاجة من الحاجات اللي قعدت السوق أو أصحاب الأعمال يشتكوا لمدة سنين، إن الناس بتدرسوا في المدارس ملوش أي علاقة بسوق العمل. المدارس التكنولوجية التطبيقية بقت فعلا بتقدم برامج متنوعة في مجالات مختلفة، تكنولوجيا، هندسة، برمجة، حاجات كتير جدا. مدارس الضبعة مثلا ومدارس الصبغة، الذهب، الاتصالات، تخصصات كتير الطلاب بيقدروا إنهم يكتسبوا مهارات يقدروا فعلا يشتغلوا بيها ويقدروا فعلا يتفتح لهم أبواب للعمل بعد التخرج. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المدارس دي ودورها في المجتمع في الفترة الجاية. على التليفون معانا الدكتور عمرو بوصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني. يا دكتور أهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا فندم، أهلا بسيادتك وبالسادة المشاهدين. قعدنا سنين نقول مصر محتاجة جنب الشهادات كمان محتاجة كفاءات، يمكن هو ده اللي حصل في النوع ده من المدارس؟ والله الحمد لله نقدر نقول كده، لأنه زي ما حضرتك عارفة النوعية دي من المدارس بتعتمد اعتماد رئيسي على مشاركة القطاع الخاص. ولما نقول إن احنا بدأنا سنة 20 بحوالي 8 مدارس، النهاردة بنتكلم في 76 مدرسة على 22 محافظة، ده بيدل دلالة أكيدة أنه القطاع الخاص مش هيستثمر إلا فيما يرى أنه هو في مصلحته الأكيدة. ومصلحته الأكيدة والحقيقة المصلحة العامة بتقتضي أنه إحنا نطلع ولاد وبنات مؤهلين تماما لمتطلبات سوق العمل ومهارات بكرة مش مهارات النهاردة. وده اللي حصل بالفعل في 76 مدرسة من مدارسنا اتقدم لها السنة دي الحقيقة رقم كبير جدا، أكتر من 35,000 متقدم. الحقيقة الفرصة مش مواتية غير إن احنا ناخد أكتر من 3,000 متقدم، يعني في 10 فرص أو 10 بني آدمين متاحين لكل فرصة تقديم. ده تحدي قوي، صحيح، تحدي قوي جدا. وعايز اقول لحضرتك على نقطه مهمه، لانه بدا يبقى في وعي مجتمعي كده باهميه المدارس التطبيقيه والتكنولوجيه. كان في بعض الاوقات كان في نظره كده سلبيه، يقول لك ده تعليم يعني فني وتعليم بعيد عن التعليم الاساسي او العام. النظره دي اتغيرت وتعدلت بشكل كبير. سؤالي لحضرتك، لاي حد بيشوفنا دلوقتي، ولي امر، اب عايز يدخل ابنه او بنته هذه النوعيه من المدارس التكنولوجيه التطبيقيه، ايه الخطوات المفروض يعملها وازاي بيتم التقدم ومعايير كمان الاختيار للطلبه؟ هو الحقيقه ده بيؤكد اللي حضرتك بتقوله، العدد الكبير او المتقدمين اللي بقول لحضرتك عليهم. طبعا باب التقديم اتقفل، وكمان بدانا اختبارات الفرز والانتقاء للطلبه اللي هيلتحقوا بهذه المدارس. فالحمد لله اللي نقدر نقوله او الحاجه اللي بتسعد الجميع ان اولياء الامور والطلبه بقى عندهم وعي وادراك كامل، لانه اولا المدارس التكنولوجيه بتقدم مستوى تعليم مميز، ده رقم واحد. رقم اثنين، الدوله كمان قامت بدورها في انها عملت مجموعه من الجامعات التكنولوجيه اللي من شانها ان الطالب يقدر بعد تخرجه من هذه المدارس انه يكمل في مجال تخصصه الحصول على بكالوريوس تكنولوجي، صحيح، وماجستير ودكتوراه كمان. ده من الناحيه النظريه. ومن الناحيه العمليه هو بيتقدم في هذه المدارس اذا ما حقق درجه النجاح المطلوبه فانه بيلتحق مباشره بفرصه عمل في هذه الشركات والهيئات الراعيه. يعني بيبقى في كمان رعايه مباشره لشركات ومؤسسات مثلا في البرمجه او الهندسه او غيره من المجالات مع هذه المدارس، يعني بتتيح فكره التدريب وهو لسه يعني في اول سنه في المدرسه، بيتدرب بشكل مباشر في المصانع. بالظبط، حضرتك بتسرب في المصانع وفي المدارس وفي الفنادق، كله في تخصصه، لان هذه المدارس بتغطي كافه الانشطه الاقتصاديه اللي موجوده في مصر. وبالتالي هو يقدر النهارده ان هو يلتحق بفرصه عمل بتؤهله لتحقيق عائد مادي جيد، بالاضافه لالتحاقه كمان بالجامعات التكنولوجيه لاستكمال دراسته لو حابب او بتتطلب ظروفه المعيشيه وظروف الشغل بتاعه انه يكمل في المدرسه. فهنا كل الخيارات متاحه بالنسبه للطالب او الطالبه،
في ان هو يرسم مستقبله بالطريقه جميل. اللي تتوائم مع قدراته وامكاناته النفسيه والماديه جميل. وغيرها. طب مع التطورات التكنولوجيه الهائله اللي احنا بنعيشها، ايه هي دكتور عمرو ابرز المجالات والتخصصات اللي بتركز عليها المدارس التكنولوجيه؟ والله زي ما بقول لحضرتك مفيش تخصص مش موجود في مدارس التكنولوجيا التطبيقيه حاليا. يعني احنا بنتكلم حضراتكم اشرتوا لحلول المجاورات، الانفورميشن تكنولوجي، الذكاء الاصطناعي، عندنا في مجال المنسوجات، عندنا في مجال الانتاج الداجيني والزراعي، عندنا في مجال الانتاج الحيواني، عندنا في المجال الفندقي، عندنا في مجال الصناعات الرقميه الحديثه. الحقيقه المجال التكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، يعني معظم المجالات زي ما قلت لحضرتك اللي هي قد تكون جاذبه واللي هي بتؤهل لمهن المستقبل موجوده داخل هذه المدارس. صناعه الطائرات، انا مش عايز انسى حاجه. صحيح. حضرتك لما بتشوف 76 مدرسه، كل مدرسه بتحتوي على 5-6 تخصصات. جميل. اكيد حضرتك متخيل انه الفرايتي كبيره جدا في ان الطالب ينتقي ما يتناسب وقدراته ومؤهلاته. اشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو بوصيله، رئيس الاداره المركزيه لتطوير التعليم الفني.